اليوم فت على النقابة. أول شيء يسعد مساك ويسعد مصر الجميع، وجه تحية كتير كبيرة لمصر والشعب المصري ونقابة الفنانين. اليوم فتنا على النقابة، استقبلونا بكل حب واحترام. اليوم تعاونوا معي انه التحقيق هو عبارة عن انه شو صار بالضبط، اخذوا اقوالي، يعني هني ما اعتمدوا على السوشيال ميديا وعلى الاخبار اللي طلعت، لانه بسم الله في كتير عالم بسم الله ما شاء الله شو شهرت وشو حكيت، وهذا كله كذب طبعا. فاللي صار سألوني شو اللي صار، قلت لهم انه نحن كان عنا حفلة بالساحل، بسم الله كان في اقبال فيها كتير حلو من الشعب المصري، كان في كتير عالم اجانب كانوا عنا كمان، كانت الحفلة كتير ناجحة كتير حلوة. بالنسبة للألفاظ اللي صدرت، أنا ما تلفظت بشي على المسرح. أولا أنا قلت إفيه لرضا البحراوي، بوجه له تحية كتير كبيرة لأنه أنا كتير بسمعه لرضا وبحبه كتير، اللي هو لو فاكر يا حياتي بعدك وجعنا تعالى وامسك في درعنا. فالعالم اليوم انتبه، أنا فيني حرف الكلام كيف ما بدي حسب التفكير الباطن، اليوم العالم كيف بتفكر. وهو إفيه معروف لرضا البحراوي، يعني كل العالم بتحبه، كل العالم بتتداول، كل العالم بتغني، موجود على المنصات على اليوتيوب. بالنسبة لأغانية أنا ما تلفظت بشي، ولكن إذا الشعب الجمهور اللي تلفظ أنا بتحمل نتيجة جمهوري، مش مشكل يعني. بالنهاية نحنا كنا مبسوطين، نحنا كنا مرتاحين، نحنا كنا كتير، لدرجة إنه أنا غنيت 3 ساعات. قد ما العالم كانت بتفاعلي معي، قد ما كان حب الجمهور كتير قوي، كنت متفاعلي 3 ساعات، يعني ما خليت غنية ما غنيت، غنيت طرب، غنيت عراقي، غنيت خليجي، غنيت مصري، غنيت سوري، غنيت شعبي، ما خليت شي ما غنيته يعني. ما خلص قلت لهم 3 ساعات خلص، بعد شو بعد بدي غني؟ غنيت سطلانة، غنيت سيجارة بني على سيرة البرشام. فخلطت، أنا بعمل ميكس دايما بأغنية، وعاد الكلمة ما فيها شي. بيطلع احد الزملاء بيقول انه سارة وصفت الشعب انه هن مبرشمين، لا انا ما حكيت، ما وجهت للشعب اي اساءة، ولا بوجه لجمهور اليوم جاي يحضرني، لانه انا اذا بدي اسيء لاله عم سيء لالي، صح ولا مش صح؟ مزبوط. فانا ما اسأت، بس الحمد لله المحبين كتار، واللي يعني صفحات الفيك العالم اليوم ما بتحبها لسارة او بتحبها لسارة، حكت هالخبرية لتعمل ترند وعملوا ترند وبرافو، الله يوفقهم. بس انا ما وصفت وما بوصف شعب، انا جمهور اليوم جاي يحضرني بهاي الكلمات وهاي الصفات. انا بمزح بمازح جمهوري كتير، كل العالم بتعرفني بعفويتي، بتعرفني بحركاتي على المسرح، انه انا حدا كتير عفوي، كتير بتطلع معي الكلمة اوكي، بس انا وزني كلامي كتير منيح على المسرح. لما مزحتي مع الجمهور كنت بتقولي ايه الجملة بالضبط اللي قلتيها للحضور؟ كنت عم غني سيجارة بني ولف بينا يا دنيا وسطلنا، ورجعت غنيت تجي نتجوز بالسر، في قفالة لي انا بغنيتي بقول اسكر واتوب، فمعروف الغنية.